تروازي يعني. خلاص رفع هذا الرابور اللي فيها، هذا اللي زول فيها هو الطابلو هذا بالرجولة، هذا شي هو اللي عجبني كاع. دايرين فيها واحد البويطينة هنا طاكتين باش كتحول هذا الكيلومتراج ديال طوطال والدريب وكدا. قبيلة كان تيبرك العشير هنايا، هادشي قبيلة كان خدام ناضي ها في واحد البوطون هنايا قال راه هاي اه بارابور لا السكوتر لا فهمتي السكوتر شوية البوسان ديالها واسع على هادي كدا كتحس براسك كاع جالس على كليسة مريحة شوية ما نحتاج ما نقدروش نديرو لا توب سبيد حيت راه بزاف من ديال الدراري دارو فيها توب سبيد. انا اخويا الثاني عاود ويلي بقيت مرون مع الفيتاس لومرياج هادي بلا لومرياج الله واش العشران مع فيديو جديد حلقة جديدة مع تيست رايد الصانعة هادي سيدي اكس ميل كنبغي نزور كنبغي نزور شي الفيتاس كنمشي نبرك على اللومبرياج هو دير على الفران هو الخوت هادشي هدا الدويكار بعدا يعجبك خفا كاينة هادشي اللي كاين الخوت شنو نضربو بيها دويران وشنو ما لها وما لا ما عليها الموطور مازال في الروداج اللي عجبني هو هذا الكونتر اللي فيها بالروش ولا بالعقل نخرجوا من هذا الفيسبوك تاعهم المهم دراجة صينية الصنع كما قلت لكم مازال في الروداج سيلندر 110 والقوة والو شي شوية بالروش ولا بارابور لا 50 سيسي في الدوطو ما كايناش القوة بزاف ولكن مزيان في الرجوع اللي مزيان فيه اقتصاد تام وخلاص الديكور هادشي اللي كاين شوفو كي دايرة في الطريق حاجة وحدة اللي راهم زينوها هي ما بقاش تزين بزاف بداو كاين بداو شي شويه صغيرو عارف تلقى علام ديال الدراري يهضروا عليها في اليوتيوب وكدا اللعيبات ولكن انا اول مره غادي نسوقها عاد كنتعود على الفيتاس بلا لومبرياج حيت ما عمرني ماشي ما عمرني هذه المره الثانيه ولا الثالثه كنصوق شي مطار بلا فيتاس هذا الا بغيتي تبقى تمشي به وتحاول عليه هواك غاد السرعة هادي بالرجولة تمشي ب 35 40 45 حيت حاليا هي اصلا هي في الروضة انا ما نهضروش على شي حاجة كاش ما انا داكشي زوين وين 4 سينيالات انت غادي كدا دارو لهم هاد 4 سينيالات يطلبوها لهم كلاكسون قرر تقيس ايوا هادشي اللي كاين هذا انا قلت لكم هذه دراجه زوينه هي بالرجوله ولكن راكم شفتوا الثمن ديالها شحال تدير في بلاصه حتى شي 570 دولار كنقلب على الفرا اللي تحت يا الله حماق نتاعي اسمحوا لي اخوات راني مازال ما مولف هذا الشيء هو والو انا تنقول لكم كتعفط عليها مزيان سيرا
كنت تقرب تكملو القوة راك تكمل. انت حلاو تمشي بهاد الصور عا الا بغيتي تحاول على هاد الموطور هذا بالرجل. هاد الموطور هذا الا جينا للحقيقة خرج من السخيرات كدا الدراري تيسافرو به كدا ولا يدي مزيان فهمتي هاكا فوسط المدينة اللعيبات مانع كونسوماسيون زوينة احسن لك من الطوبيسات ومن الطاكسيات هادشي باش زوينة هاد الموطور غير هو الصح راك ما تعومش. الايجابيات ديالو انا قلت لكم اختصار تهزج ليك فوسط المدينة احسن من الطاكسيات غير هو الا خليتيه 50 سي سي ما تمشيش خاصك تكسيري افو باش تمشي بهاد السرعة هادي دابا راه شوية بعدا راك عاطيها شوية وهادا انا عارف الدراري راه شحال من واحد ما غاديش يعجبو الانتقاد ديالي ولكن انا هادي راه بوان دي في ديالي فهمتي الرأي ديالي الشخصي هادشي اللي غنقول لكم الرقم غنضربو طويرة مازال شويه ديال التسلسل كاين كاين هي دابا بحثة جديدة راه زوينة ولكن الى قدامت يبداو العيوب يبانو بعد الان هذا كنقلب على اللومبري يا الله زيدو معايا الجليسة مريحة شوية خليتني بارابور لا السكوتر لا فهمتي السكوتر شوية الكوسان ديالها واسع على هاديك لا كتحس براسك كاع جلس على جليسة مريحة شوية ما نحتاجوش ما نقدروش نديرو لا توب سبيد حيت راه بزاف من ديال الدراري دارو فيها توب سبيد هادي دابا هاكا بالسيلندر 110 طب سبيد ديالها تحط ليك 80 85 90 الى عصرتيها في طروازية ثابتة ثابتة والعموم قطع بالعرض عارف الدراري غيبداو يضحكوا عليا على هاد السوق اللي كان ديال لها ولكن الخوت راني ما مولفش انا هاد الشيء هذا خاصني معاه شي وخاصك دي دغيا تشونجي لها الدوزيام حيت بروميير دغيا كتبدا تغوت غندور بروميير بروميير خاصك تشونجي لها الدوزيام ماشي مشكل تروازيام خلاص ربعه ديال لي رابور اللي فيها هادشي زوين فيها هو الطابلو هذا بالرجولة هادشي هو اللي عجبني كاع دايرين فيها واحد البيطينة هنا طاكتين باش كتحول هاد الكيلومتراج ديال طوطال والتريب وكدا السلبيات ديالها كتار السلبيات ديال الشينوا السلبيات كتارين غنبداوها من الماكينة وحنا طالعين الماكينة إلا ما كانت بريباريا ما عندك ما تمشي بيها كانت سيكون سيسي اللي خاصة كما خاصة تكون قانونية راه ما غاتقنعكش بالنسبة لي نحنا كشباب ما غاتقنعناش ديك 50 سيسي يلا غادي تقنع واحد الناس الكبارين كدا هما الشباب راك تما ولا خليتيها سيكون سيسي راه ما كتطلع لا في عقبة لا والو دوك بلاصة بزاف هادي بيت السلبيات ديالها بغيتي تصدى بوامور برك على فيتاس برك عليه لتحت وتمشي بوامور شنو اخر سلبيات اخرى كاريناج الى مشى لك تحتي بيه ولا شي لعيبه مشكله هو دابا حاليا محطو كيخرج راه كيجيبو البيس دو لاشونج ديالو تا كيتسارى من الستوك سالا هاد السيري هذا ويجيبو لك الستوك ويجي ويتقد البيس ديالو تقدر
تلقاني كاش مع باربريس تقدر تلقاه، ولا يدي بالنسبة الفار ديالها ولا شي لعيبة مع الوقت ما تلقاش، أنا تنهضر لك مع الوقت، أما دابا ما نهضروش عليه. نرجعو للمحل ديالنا، دابا هادي سلبيات أخرى، سلبيات أخرى الخوت، هادي بعدا فيها فرانديسك شوية، داك 56 فران طومبور موفيز أفار، هادي راه شوية. شي حاجة أخرى كادر شوية رهيف، كاينين الدراري تيخدمو فيهم الله يسخر لهم. شوف أنا تنهضر دابا تنهضر منطقيا الخوت، راه لا مجال للمقارنة مع موطور ديال الجابون ولا ديال الطاليان مع موطور كيتباع بالجملة ب 500 دولار، كاين فرق كبير. فهمتي انا ما نقدرش نثق في هذا الموطور بالرجوله، ما نقدرش نثق فيه، دابا هو جديد راه ناضي، يعني راه كنشوفوهم فاش كيقداموا راك تما هاد الماطر هادو بين السلبيات ديالو، انت تشري جديد كتشري جديد مثلا دابا هذا تقدر يكون داير شي 10000 درهم ولا 10000 وشي لعيبه بلا بريباراسيون، تخرجوا جديد انت يلا مولا ثلاثه نوق بلاتي ثلاثه نوق باش ورالو نتيما ماشي شتا قبيله كنت تيبرك العشير هنايا هادشي قبيله كان خدام ناضي ها في واحد البطونه هنايا كلا راه هاي اه طاكتيل ما كتبركش يلا ضربه 703 كيلومتر خلاص هذا التريبلي ضربنا بها 6 كيلومتر ونص مازال غادي نكملو المهم كشكل زوينة صراحة الشكل ما تختار غير هو انا قلت لكم الصبيغة جوانطة زوينين بولات الليد هذا هنايا تالا السلام تا هذا مشكل هاد البولات الليد هادو الا مشات تضربات لك الشارجورة كيتحرق وما كاينش فيها الشونج يعني بحال العاديين تقدر تبدل البولا هكذا خاصك تكون حريفي الا بغيتي ديبانيه هذه وحده يعني خاصك تشري فار كومبلي جوانطات الومنيوم كدا مي كاينه راك تما تكايه اللعيبات نتوما راك شفتو الاداء ديالها فهمتي انا تنقول لكم بارابور 50 سي سي دو طون الجهد اللي فيها احسن من هذا احسن من هذا في 110 انا تنقول لكم لاكسيلاراسيون ديال 50 سي سي دو طون احسن من 110 في الكاتر طون وما تسولنيش علاش نكملوا الجولة ديالنا الرامون تتحمقنا فيها هذا الافو خاصك يلا توصل لك 16 كيلومتر في الساعة ما عرفتش واش انا اللي ما كنعرفش نسوقو ولا هو هكا داير والنصيحة اللي نقدر نقول لك الا بغيتي تعيش معاه بحال هذا الموطور هذا خاصك تسوقو بهذه الطريقة هذه يعيش معاك يموت معاك شي غادي تسوقو بداك الجهالة وداك السوقان ديال يحسن العوان غادي تجيبها في عظامك وغطي راسك نرجع لواحد النقطة أخرى غادي هو داك التشريب ب 10000 درهم تربيه واحد شوية يولي خاصك معاه تبيعو ب 7000 درهم ولا ب 6000 درهم هي شوية
كاع الدراري اللي تيكسبوا هاد الماطر صحابنا راه ماشي الدراري تنعرفوهم اللي تيتربيه شويه داك 6 شهور 7 شهور كاين اللي كيتربيه كاع عام كيبيعو ويجيب واحد جديد باش كيتهنى امي الا دخل معاه في المتاهه ديال جيب هادي اصلح هادي كدا هادي راك كل مره كتصير عليك بحال اي موطور حتى حنا حتى السكوترات كنصيروا عليهم ولكن ماشي بحال هكا لاني القيمه ديالو ما كتنزلش ماشي بحال هذا الشيء لا هذا هو التفول اللي كاين هادو باش كيطلعوا تطلع فيهم حتى باش كيغلاو هما راك راه كما شفنا داك باش ضربنا ضويره في داك السيت ديال علي بابا باش كيغلاو في الثمن هو الترونسبور دابا حاليا الترونسبور غالي شويه داكشي باش غلا هو من ناحيه الخفافه هو زوين الانسيابيه كاينه الرطوبيه الصراحه كاينه حيدوا منه شويه ديال الزنزين ما بقاش داك الزنزين في الصانيه دابا هي ما كاين لا الزنزين لا والو ولكن راه في البصري جيم راك ما كنكسيريش بزاف اما الا كسيرينا بزاف راه هضره اخرى عاود ضروره غادي تنزل شي شويه حيت يقدر يكون داكشي ماشي بياني كيلي بري ولا شي لعيبه المهم الدراري ديال لي فريزون مزيان لو ناضي اقتصادي يخدم به مزيان الدراري اللي باغي يتسابق ويتجاحد معاه هذا غيقتلك حيت هادو ما تصنعوش السباق هادو تصنعو تهز عليهم رجليك بامبار الرجولة شوف انا عارف الدراري كاين اللي ما يعجبوش الحال ولاني هادشي اللي كاين نتمنى يعجبكم هاد الفيديو نتلاقاو في حلقة اخرى ان شاء الله مع شي دراجة اخرى تحياتي لكم مع السلامة الى اللقاء